أنا الدكتور ميمون الخالدي من العراق، وبدأت العمل في المسرح العراقي منذ عام 71 بعد أن تركت الرياضة. إذ كنت لاعبا لكرة السلة عام 71، أول عمل اشتركت فيه كان مسرحية السلطان الحائر توفيق الحكي، ومن بعدها تركت كل شيء واتجهت إلى المسرح. طبعا قدمت الكثير من العروض المسرحية في فرقة المسرح الشعبي، هي من أقدم الفرق في العراق، تأسست عام 1947، وكنت معلما للمدارس الابتدائية. أكملت دراستي في معاهد الفنون الجميلة ثم أكاديمية الفنون الجميلة، وبعد ذلك حصلت حتى أختصر الماجستير والدكتوراه في بداية التسعينات. حجة وج، شو قال ابو علي؟ شنو مسوي لك شيء؟ لا شفتك ضايج رجع حكيك. يلا شنو الحجم هذا منك وقدام الناس؟ انت صدق ما تستحي، اسكت. قدمت اكثر من 60 عمل مسرحي يعني يتذكروها، ومن بعد ذلك اشتغلت في التلفزيون، ولدي 3 افلام سينمائيه، لكن الشغل الاكثر كان في الدراما التلفزيونيه. ولعلي يعني من الممثلين العراقيين الذين لهم حضور جميل وفاعل لدى الشعب العراقي بشكل عام. انتقالي يعني بين المسرح والدراما التلفزيونيه وكذلك الاذاعيه، وكما قلت لدي 3 افلام سينمائيه، احدهما صخب البحر، سيناريست أو سيناريو صالح مرسي، وأعتقد هو كاتب سيناريو مصري معروف، صخب البحر عام 84-85، ونجم البقال إخراج مخرج فرنسي عراقي من يعني أصله هو فرنسي عام 2013، وعمل آخر في السبعينات لشمير حن. أخذت الدراما التلفزيونية مني مأخذ كثير في الحقيقة، ولكن شغلي الشاغل وهمي هو يتوزع بين الدرس الأكاديمي، كوني الآن عميد لكلية الفنون الجميلة في جامعة البيان الأهلية بعد أن يعني خرجت إلى التقاعد، إذ كنت أستاذا في كلية في أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة بغداد إلى حد 2016 تقاعدت. وأنا مهتم بموضوع تكاد تكون يعني نادرة في الوطن العربي، وهي موضوع تربية الصوت وفن الإلقاء، اللي قدمت به رسالة ماجستير وأطروحة الدكتوراه بنفس الموضوع. ولعلي كنت أدرس هذه المادة كذلك في أكاديمية الفنون الجميلة إلى أن خرجت إلى التقاعد. طبعا لدي الكثير من الدورات التي أقوم بها للمذيعين والمذيعات والمقدمين في أكثر من مكان في العراق، وخصوصا للمحطات الفضائية العراقية. هذا بشكل عام البيوغرافيا اللي أود أن يعرفها الجمهور المصري عني. أقول فم مليان أن أكبر وفد مشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته 31 هذا العام، أكبر وفد هو الوفد العراقي من حيث المشاركين في الندوة الفكرية، أكثرهم عراقيين حوالي 5 إلى 6 مشاركين. وأنا طبعا مكرم في هذا في هذه الدورة، وشكرا لمصر كما قلت أنا في العراق، شكرا لمصر وشكرا لمهرجان القاهرة الدولي، وشكرا لأخي وصديقي الدكتور سامح عمارة رئيس المهرجان الذي اختاروني وشرفوني بهذا التكريم، الذي هو يعتبر بالنسبة لي أهم شيء حصلت عليه أنا في حياتي، لأن مصر تكاد تكون ومهرجانها هو يعني المتصدر الأول للمهرجانات العربية، كما أن القيمة الفنية العليا لمصر ومكانتها الكبيرة في الفن العربي تشعر أنه أنني قد كرمت من أعلى هيئة في الوطن العربي، وهذا يسعدني سعادة كبيرة. يعني الدراما العراقية ابتدأت بشكل قوي، يعني كنا احنا في السبعينات وما تلاها كانت هي المتصدرة في الخليج العربي، يعني يحبون الدراما العراقية لأن
تكاد تكون اللهجة متقاربة يعني. لذلك كان تحظى الأعمال العراقية بتسويق عالي إلى الخليج العربي، إلى دول الخليج العربي، وكانت في الحقيقة دراما جيدة يعني، وأخذ الجنسية العراقية وكان ساكن في العراق ومن المخرجين العرب المهمين في الدراما التلفزيونية في الحقيقة. لذلك تطورت الدراما في العراق في السبعينات وفي الثمانينات، حتى ما إذا أتت التسعينات وبعد الغزو العراقي للكويت يعني بدأ الانحسار للدراما العراقية في سوق الخليجي، وبدأت تتعرض إلى تحجيم سواء كانت من خلال إمكانات الدولة التي قلت كثيرا أو عدم رؤيتها أو مشاهدتها من الأخوة في الخليج بسبب الغزو العراقي للخليج. يعني أنا أزعم أن في منطقة الشرق كانت الدراما التلفزيونية العراقية هي المتقدمة، يعني هي يعني إذا أخذنا بنظر اعتبار عالم الدراما في مصر اللي هو المتصدر واللي هو يأخذ الأولوية والحيازة الكاملة للشاشات العربية بشكل عام، يعني ممكن اعتبار أن الدراما العراقية كانت تأتي بالدرجة الثانية، لكنها من بعد التسعينات انحصرت حتى أن الدراما التلفزيونية قد تقدمت عليها كثيرا بسبب الظروف، ظروف الحرب، حروب، ظروف الحصار اللي مر بها البلد في العراق. تأخرت في الحقيقة الدراما العراقية من وجهة نظري التي لا زالت مستمرة، لم تنشط بشكل كبير لحد الآن.